اسالك انه كنا بنلاقي دايما شكوى رعايات الزمالك قليله، رعايات الزمالك مش كتيره، وده ما ينفعش ولا يليق، والزمالك وش معنى الاهلي رعاياته كبيره، و كلنا كنا عارفين الاسباب. هل سيعود رجال الاعمال للدعم مره اخرى من خلال الرعايات، ومن خلال يعني ما اعلمه جيدا انه بالفعل في صندوق، مش صندوق محطوط في البيت، ولا واحد بيخش اداره الاشتراكات يقول له انت خدت كام النهارده، طلع لي 600,000 بالظبط، ولا طلع لي 200,000 ولا طلع لي 500,000 ولا الكلام ده مظبوط. لا، ده هم عملوا حساب في البنك لصالح النادي عشان يخلصوا كل المشاكل، ووعدوا بحل هذه المشاكل. شايف انه القائمه دي تقدر تعمل كده في حاله اعلان نجاحها بعد قليل بصوره رسميه؟ شايف انه الرعاه سيعودوا من جديد لنادي الزمالك حيث الاستقرار والهدوء؟ القائمه قدمت عربون محبه للجمعيه العموميه دون ان تعلن عن تفاصيله. ده صحيح. قالت الصندوق اللي سيادتك بتتكلم عنه ده، وبعد ما تتم الانتخابات عشان ما بقاش فيه يعني نوع من الغزل اعضاء الجمعيه العموميه ان انا ممكن اديك كذا فتنتخبني. نعم. فلكن انا شايف ان المجموعه ستعمل بسرعه على استقرار نادي الزمالك. نعم. وستنجح في اداره نادي الزمالك. وسيعود زي ما الناس رجعت البيت ودخلت البيت تاني، وشفنا النهارده تبص بتاع حسن سعد والله بص حضرتك لسه كاتب لك حسن سعد وممدوح عباس كتير يعني، والدكتور كمال درويش وعمرو الجنايني ومصطفى الاحمر باولاده بعياله بالدنيا كلها كانت موجوده النهارده. فطبعا الناس دي كلها يعني هتساعد نادي الزمالك، مش بس انها هتدعم، لكن لا الاجواء هتتحسن. نعم. وانا دايما اقول ان الاجواء لما تتحسن داخل نادي الزمالك نعم دي مهمه اصعب بكتير. ده صحيح. من ملف القيد بقى، ومن ازمه الانشاءات، ومن المرتبات. الاجواء لما تستقر داخل نادي الزمالك سيكون هناك هذا العمل الجماعي نعم الذي حتما سيؤدي الى الابداع. هل انت من المؤيدين لعوده اسم محمد حلمي، محمد حسن حلمي، حلمي زموره على الاستاد اللي احنا دائما، انا عمري ما قلت استاد غير محمد حسن حلمي او ملعب محمد حسن حلمي، لانه ما بقاش استاد، كل المدرجات اتهدت يعني. هل انت من المؤيدين لعوده اسمه مره ثانيه؟ كتير من شعبيه نادي الزمالك التي صنعت سنه 60 كانت على استاد محمد حسن حلمي. ده صحيح. وبالتالي محمد حسن حلمي جزء من شعبيه نادي الزمالك وتاريخه. صحيح. صحيح. فكيف لا تحترم تاريخك عشان بكره بتاعك يبقى الناس تحترمك عليه؟ فانا طبعا موافق 100%.